حياكم الله ويا اهلا وسهلا فيكم. اليوم عندنا موهبه جميله ومميزه ما شاء الله. فجر جت اليوم بابداعها صراحه. انا حبيت اليوم من وهي داخله في الاستديو امانه، يعني بيت في يعني في انوار، في ما شاء الله شغلات حلوه. اليوم نتعرف احنا وياكم على فجر اللي معانا جايه، وحتعلمنا الاشياء اللي تسويها وكلها يدويه ما شاء الله. ما ادري، انا شفت يعني نستفيد من المواد اللي هي. خلينا نتعرف اكثر عليكم، على فجر وش جايبه معها. حياك الله يا فجر، مبسوطه اليوم معانا ومشي مرتاحه؟ كيف امورك؟ ها الحمد لله. ارفعي صوتك عشان يسمعونك المشاهدين اليوم اللي معانا. فجر اليوم جبتي هذا البيت الجميل ما شاء الله، وقاعد اشوف انها الادوات اللي قاعد تستخدمينها، اتوقع مثلا غطا جبن، ها كرتون كذا. ايش الاشياء هذه؟ ايش هذه؟ يلا حكينا حكينا احنا المشاهدين، علمينا. مثل اللي تشوفونه، جبت كرتون قطعته. بس ارفعي صوتك عادي، خذي راحتك حبيبتي. يلا. جبت كرتون. ايوه. وقطعته وقصصته. ما شاء الله. وحطيت تجليده. حلو. ولزقته وصار بيت. وطلع معك هذا البيت. أي. شوفوا ما شاء الله هذا البيت ما شاء الله. يعني هذا حق يعني حق الحلق. ايس كريم. حق ايس كريم؟ ايه. اشرحي طيب، يلا اشرحي لنا يلا. هذا حق ايس كريم. ايوه، ايس كريم ولا ايس كريم؟ ايس كريم. ايه. جبت ورقه وصفته وحطيت بالي. ما شاء الله عليك، حلو. واللي داخل وش هو؟ اللي داخل سرير. حلو. سرير هو علبه ترى، بس حل. انا لزقته صار سرير. طيب هذا مين يساعدك في البيت فيها؟ ماما. ايه. تساعدك في البيت؟ تساعدك في البيت ما شاء الله، وتسوي لك الاشياء هذه؟ هي اللي تعلمك عليها؟ طيب وش هي هذه الاشياء اللي سويتيها برضو؟ هذا فيل. ايه. وهذا مسبح حق الفيل. حق ايش؟ الفيل. هذا المسبح اللي تسبح فيه؟ حق الفيل. من هي؟ وينها اللي تسبح فيه؟ شو اسمها؟ شو اسمها الصغيرة اللي كانت معنا في الحلقة؟ ريفان؟ لا لا، الثانية. شو اسمها؟ وشو؟ اللي تسبح تقول وكذا. المهم ما عليه. ها؟ مفاز. اختك هي؟ ايه. شو اسمها؟ مفاز. مفاز، طيب. والاشياء اللي بتوريني اياها الحين هذه في الصندوق مثلا، قاعد اشوف هنا الاشياء الجميله. الله، هذه الدميه انت بسويتها؟ شو سويتيها؟ جبت. شوفوا يا جماعه ما شاء الله على الابداع. جبت صلصال. ايه، تشوفوا الابداعات ما شاء الله. جبت صلصال وزينت. خليني اوريكم اياها كلها بشكل احسن يعني. الله، حبيت انا صراحه. الله، تعطيني واحد اخليه عندي بالبيت يعني. هنا هذا صار ستار. ها؟ هذا. الله. هذا وشو؟ هذا بيبي. حبيت الشعر صراحة. من ايش جبت الشعر هذا؟ من عروسة. ها؟ من عروسة. قصيت ورزقت. يا سلام عليك. هذا كلب. الله، منصور. حلو مرة والله صراحة. تعرفين عندنا واحد هنا اول يعني يسولف كثير وقرق يقلق عندنا كثير، ف اي عرفت شلون؟ ما يتعب لسانه. ايه. اي كل مره يسولف يعني عندنا، ف تعرفين منصور انت؟ ها؟ لا لا. اثرنا كل مره في الحلقه، كل يوم يشغلنا هنا. والله ما صارت، احنا ما ادري نصور ولا نقعد شو اسمه؟ يسوون عزيمه. ها؟ يسوون عزيمه. مسوي يحسب لنا عزيمه، هو شكله يحسب لنا هنا عزيمه الاستوديو. طيب ما علينا، ما علينا منه احنا. ايوه، تقولي لي ايش بعد هذه الاشياء؟ علميني، اشرحي لي اكثر. يعني زي هذه، هذه الرسمة من سواها كمان؟ أنتي؟ أنتي وماما. ما شاء الله، كمان ترسمين؟ فنانة فنانة فنانة. لازم احنا نسوي لك فقرة صراحة، تسوي لنا الأشكال هذه. أنا بنسوي فقرة في صغار ستار، لو سوينا فقرة بصغار ستار جبناك فيها. تسرين معانا على طول؟ نسوي لك فقرة، تسوي لنا تدوير وكذا؟ ضروري هذه الأشياء، إيه. طيب، وين الكراسي؟ شوف الكراسي، الله، شوف الكراسي هذه. لازم يصير عندنا فقرة صغار ستار مع فجر صراحة، أنا بخليك معانا إن شاء الله تسوين هذه الأشياء اللي ذا ونجي عندكم ونصورها لك، إيش رأيك؟ حلو، وهذه وش هي الحين؟ فلينة. إيه. مثل هذولي بس. إيه؟ ورد لونه. مثل طيب شوفوا اليوم هذا فجر سوت هذا الشيء الجميل، بإمكانكم أنتم تعيدون تدوير أي شيء كان بالبيت عندكم. اليوم هي جابت معها فلين كرتون جلدته ما شاء الله، هذا حقه الايس كريم. ها؟ من ماكل الايس كريم هذا؟ لا. ها؟ احنا شريناه.
شلون شريتوه؟ شلونه جديد. نحسب انه اذا خلصتوا الايس كريم تحطون الاغراض. اوكي. وهذه ما شاء الله شوفوا شلون يعني ابداعات جميله ومميزه. هذه لها دخل في هذا بارتي عندهم، عندهم بارتي في البيت. عندهم بارتي، خربنا عليهم البارتي يا فجر. عندهم بارتي في البيت وفي ناس يرقصون. في ناس يرقصون، قلنا تغطوا في معنى برنامج. مستاره غطيهم. بس والله صراحه يا فجر مبدعه ومميزه، الله يعطيك العافيه على الابداعه. طيب فجر ايش ان شاء الله تطمحين ان شاء الله اذا كبرتي بكره نشوفك ايش؟ اصير مهندسه. ما شاء الله. اصير اسوي يعني اسوي اجيب فلين واقطعه وزينه وجلده كذا واحطه بكراتين وابيعه للناس. ما شاء الله حلو. والناس يزينون. حلو حلو. الحين الناس صاروا يعني صاروا يؤمنون اكثر للشيء اللي هو اللي مثل هالاشياء يعني اللي يعيدون تدويرها ويحطونها بالبيت عندهم، صح؟ والله حاجه مره جميله. طيب الناس هذه عرضتيها على احد في المدرسه شيء؟ صديقاتك مثلا؟ ما قد شاركتي في اي مكان. ان شاء الله تكوني معانا ان شاء الله في صغار ستار. طيب طموحك ان شاء الله اللي حابه تقدمينه اليوم او رسالتك من صغار ستار، ايش حابه تقولي للناس اللي تتابعنا اليوم؟ اقول لهم سووا العابكم بدل ما تشجعوني اسووها، بدل ما تشغلون امكم تقولوا لي ابوس روحوا صرافوا وكذا كذا كذا وشلون. يا سلام، سمعت ايش تقول؟ تقول يا جماعه الخير ما تزعجون امهاتكم ونبغى فلوس ولا شيء، تقدرون تسوون العابكم بانفسكم، والحاجه مره بسيطه هي. حتى هذا ما شاء الله التوكه، هذا شو اسمه؟ طوق. توكه، ما له دخل التوكه. تعرفون يعني مصطلحاتي قديمه شويه يعني ما ها؟ هذا ايش مسويته بعد هذا؟ هذا مسويته من الحبل. ايه؟ بالفوطه. بس انه التوك هذا اصلي، مو باصلي. الطوق اصلي، الطوق اصلي. هذا ب 100 ريال يبي يشتري. هذا ب 100 ريال الحين اللي يبغى يشتريه. اي. يا جماعه طيب انت عندك حساب في انستغرام؟ لا. ليش ما تسوين حساب في انستغرام وتصيرين تبيعي للناس؟ ما ابي. ليش؟ بالعكس يعني. اتعب يا اخي. ايه. يعني مثلا يوم من الايام تسوين اشياء كثيره وتجهزين وتحطي لك متجر وتبيعين. طب هم يسوونهم، ليش انا اسويهم؟ تعلمينهم انت. اي. لا خلص. هم يفكرون. لازم يفكرون. بس هذه انت قبل لما انت سويتي هذه الاشياء وامك ساعدتك فيها، صح؟ ايه. انت من اول كان عندك طموح انه انت تسوين هذه الاشياء؟ من وانا صغيره. من وانت صغيره، ما شاء الله عليك، الله يعطيك العافيه. شكرا والله يفجر على ابداعاتك الحلوه هذه، ونتمنى اليوم اللي تابعنا كلهم في صغار ستار انهم يسوون مثل فجر، يعيدون تدوير الاشياء الجميله اللي قاعد نشوفها يعني احنا وياكم، مثل البيت هذا اللي من فلين ومن طيب الصلصال هذا نوعيته شلون يجيبون الناس؟ فلين. ايه. صلصال ذا ولا فلين؟ هذا صلصال زي الفلين. حلو. يعني تسوينه بعدين ينشف. ايه. حلو ما شاء الله، يعطيك العافيه، شكرا لك يا فجر، حبيت انا هذا الشيء. والله العظيم ترى فكره انا احب الاشياء هذه امانه والله. انا عندي ركن في البيت حاط الاشياء القديمه. اللي طبعا مو قديمه، اللي مسوين لها اعاده تدوير، لوحات وكذا و... ها؟ جبه. اجيبه ان شاء الله يوم من الايام. اجيبك عندي في البيت تسوين فقره خاصه عند عند الركن اللي حاطه، خلاص؟ يلا ان شاء الله، يعطيك العافيه، شكرا. يا فجر ان شاء الله نشوفك باذن الله مهندسه وطموحه متميزه ان شاء الله في الاشياء اللي تقدمينها. خلونا نروح لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل.